صندوق أسرار رجل الأعمال كان جايب 51% في الثانوية العامة وثروته دلوقتي مليار دولار. القذافي سرق كل فلوس ابوه وامن شركاته. صديق شخصي لعمرو دياب ومحمد رمضان ومتجوز نيفين بنت صحفي ابراهيم سعدة ومناسب حوض حيتان رجال الاعمال ياسين منصور وفرح ابنه كلف 30 مليون جنيه. صندوق اسرار رجل الاعمال الغامض محمد فاروق. لاول مرة الجمهور بيعرف محمد فاروق من خلال برنامج شارك تانك اللي بيتذاع على قناة سي بي سي. راجل انيق وبيلبس ملابس غريبة وشكله ما يجيش سنه وبينادوه يقولوا له يا حمادة، لكن اسمه حقيقي محمد فاروق عبد المنعم، ابن رجل الاعمال فاروق عبد المنعم، مؤسس اهم شركه اساس في مصر والشرق الاوسط شركه موبيكا. اتولد محمد في الستينيات لربه منزل اسمها ميرفت سليم، واب رجل اعمال كان لسه بيشق طريقه في عالم الخشب، كان عايش في ليبيا وشيخ المصريين هناك، ويعتبر الاب هو اللي خلى معظم المصريين يروحوا ليبيا ويشتغلوا هناك، وكان الوضع ماشي معاه كويس وفتح مصانع كتير، لحد سنه 72 لما قرر القذافي يأمم وياخد كل الشركات وما يتبقاش مع فاروق غير 300,000 دولار كان محولهم لبنك في اوروبا، قرر انه يعمل بيهم مصنع موبيكا في مصر. واحده واحده بيبدا من جديد وبقت موبيكا من اهم شركات الاساس في مصر، وكبر اولاده حماده وداليا ودينا، وكان حلمه انهم يمسكوا كل شغله، بس امله خاف في ابنه اللي كان جايب 51%، فقرر يسفره امريكا عشان يتعلم، وفعلا راح هناك وبقى من اشطر 1000 طالب على مستوى امريكا، ورجع واتجوز سريعا من بنت الكاتب الصحفي ابراهيم سعده واللي اسمها نيفين، وكان لسه عمرها 18 سنه. اهتم حماده باوروبا وامريكا وحول شركه ابوه للعالميه لما شاف اعلان لشركه جنرال موتورز بتبحث عن شريك صناعة كراسي السيارات الخاصة بيها، وكان النوع ده من الشغل موبيكا ما بتعملوش، ففورا تواصل معاهم وبدأت موبيكا تصنع الكراسي لسيارات جنرال موتورز، وكان التعاون معاهم مثمر جدا لأنه كان بيسلمهم دايما في الميعاد المحدد، وبقت كل شركات السيارات بتتعاون مع موبيكا لاحترافيتها ودقتها والتزامها، لدرجة إنه وصل لعربيات مرسيدس وبقى مصنع كراسيها، ودلوقتي هو مسيطر على 90% من كراسي العربيات في العالم. حمادة عنده 5 أولاد، نادين ودينا ونور ومحمد وفاروق، وفاروق بقى هو اللي متجوز خديجة بنت ياسين منصور، واللي فرحهم كان من كام شهر ومكسر مصر كلها، وكلف الفرح وقتها 30 مليون جنيه، وحضروا كل رجال الاعمال والمشاهير اللي تتخيلوا وما تتخيلوش. حماده معروف انه قريب من كل رجال الاعمال والمشاهير، ودايما سهراته مع محمد رمضان وعمرو دياب، لدرجه انه قال انه ما بيسمعش اغاني في حياته الا للاثنين دول، وبطبيعه الحال شركته موبيكا ليها بصمه في كل حته في الدنيا، وفي اي مشروع، وفي اغلب الشركات والمكتبات والبيوت، فهي اصل صناعه الاساس في مصر. بيحتكم حماده فاروق على ثروه قدرها مليار دولار، وعنده 40 شركه في مصر ومدرستين، واحدة أمريكية وواحدة بريطانية، وهو شريك في مشروع أنطونيادوس الكبير في اسكندرية مع أحمد الوكيل ومرعي وخالد أبو إسماعيل، وبيقول إنه بيحب الحياة ومش عايز يكبر، وبيتمنى لو يعيش في عمره 100 سنة كمان، يا ترى هيعمل فيهم كام مليار تاني؟